السلام عليكم إخواني الزلف اللون، لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل بدء الفيديو إخواني أدعوكم أن تشاركوا في قناتي، دعموني الإخوة، دعموا بلادكم. إذا إخواني، سابقة تاريخية في كرة القدم. اليوم كنت نتصفح بعض المواقع. إذا في أول مرة حكم يشهر البطاقة البيضاء أثناء مباراة كرة قدم، صارت هذه الحادثة في البرتغال بين مباراة بنفيكا وسبورتينغ لشبونة في بطولة كأس البرتغال للسيدات. إذا ذكرت صحيفة الصان البريطانية أن الحكم رفع البطاقة البيضاء في وجه الطاقم الطبي للفريقين. دوك تعرفوا علاش؟ تطبيقا لقانون جديد تم العمل به في البرتغال، ويعد هذا الأمر غريبا جدا على متابعي كرة القدم الذين اعتدوا على رؤية الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين. لكن رفع البطاقة البيضاء كان غاية في الغرابة. هذا نورمال، يعني تعودنا غير على الحمراء والصفراء، ونشوفوا دائما البطاقات كامبينيسيون الاخوان، ما نشوفوهاش كما هذا. دوك تشوفوا واش معناتها. وحسب ظن فان احدى اللاعبات سقطت على الارض بعد تعرضها للاصابه، فهرع الطاقم الطبي من الفريقين الى ارض الملعب من اجل تقديم العلاج لهما. حنا تعودنا غير الطاقم الطبي للفريق اللي يجي، هذه المرة جاو للزوج. وبعد انتهاء طاقمين من مهمتهما، سارع حكم اللقاء إلى إشهار البطاقة البيضاء، وهو تصرف يهدف إلى تشجيع القيم الرياضية والإنسانية في لعبة كرة القدم وفق الصحيفة. إذا إخواني، هذا ليس زعما شيء، ليس امبينيسيون، ماشي زعما طولوا باش يخرجوا ولا انذار، ماشي باش ينذروا. هذا شيء جديد في كرة القدم. حبيت نشوف رأيكم، هل حاجة مليحة ولا لا؟ أنا في بالي مليحة. الجماهير أعجبت بالفكرة، وتفاعلت الجماهير الموجودة بمدرجات الملعب مع هذه اللقطة، حيث أعجبوا بهذا التصرف وقاموا بالتصفيق طويلا للطاقمين الطبيين. وأشارت ذا الصين إلى أنه وعلى الرغم من عدم انتشار رفع البطاقة البيضاء بعد، فإنها تعد أحدث تغيير في قواعد كرة القدم. وانتهت المباراة المذكورة التي أقيمت لحساب الدور الربع النهائي بفوز بنفيكا بخمسة أهداف نظيفة، ليواصل الفريق مساعيه للتزويج ببطولة كأس البرتغال. إذا إخواني، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تبخلوا علينا بالمشاركة والدعم والجم. نلتقي في فيديو آخر. سلام.